بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في هذا الفيديو إن شاء الله سلسلة من التمارين، وهو الفيديو رقم 3 في سلسلة دروس الميكانيك. التمرين رقم 2، وطبعا التمرين رقم 1 في ننظر إلى الفيديو، فيديو أو الدرس الثاني في الميكانيك. إذن التمرين رقم 2، إحداثيات المتجهة خلال حركة مركز القوسور جي لجسم صلب في معلم متعامد ومنظم و جي كا. إكس لي تي تساوي 3 تي، و إيكغراك لي تي تساوي 5 تي أوس 2 زائد 5، و زد لي تي تساوي 4، حيث تي بالسكوند و إكس و إيكغراك و زد بالمتر. السؤال الأول، حدد إحداثيات متجهات السرعة في جي في نفس المعلم واحسب في جي في اللحظة تي تساوي 10 سكوند. إذن الحل تحديد إحداثيات المتجهات في جي. نشتق بالنسبة للزمن متجهات الموضع، أي نشتق كل من إكس إيكغراك زد بالنسبة للزمن. في إكس دي إكس على دي تي تساوي 3، نشتق بالنسبة للزمن. و في إيكغراك تساوي 5 في 2 تي، هي 10 تي. و زد بما أن زد ثابتة مشتقة بالنسبة للزمن هي 0. ونحدد منظم المتجهة في جي. في جي تساوي جذر في إكس أوس 2 زائد في إيكغراك أوس 2 زائد في زد أوس 2، تساوي نعوض في إكس ب 3 و في إيكغراك ب 10 تي و في زد ب 0. عند اللحظة تي تساوي 10، نعوض تي ب 10، فنحصل على في جي تساوي جذر 3 أوس 2 زائد 10 في 10 أوس 2 زائد 0 أوس 2 تساوي 10.44 متر على الثانية. السؤال الثاني، أوجد إحداثيات تسارع أج جي في نفس المعلم واحسب قيمة أج جي. أيضا نفس الطريقة، نشتق بالنسبة للزمن المتجهة متجهات السرعة في جي. أج جي أX دي في إكس على دي تي تساوي 0، بما أن في إكس ثابتة إذا مشتقات في إكس تساوي 0. و في إيكغراك أ إيكغراك تساوي دي في إيكغراك على دي تي 10 تي، إذا 10. و في زد تساوي 0، كذلك أ زد المشتقة تساوي 0. نحدد قيمة أج جي. المنظم أج جي، أج جي يساوي جذر 0 أوس 2 زائد 10 أوس 2 زائد 0 أوس 2، نحصل على 10 متر للسكوند أوس 2. هذا بالنسبة للتمرين رقم 2. ننتقل الآن إلى التمرين رقم 3. نربط الحامل الذاتي بواسطة خيط غير مرن، ونسجل النقاط التي يحتلها المفجر المركزي خلال مدة زمنية متتالية متساوية تساوي 10 تساوي 40 ملي سكوند. والتسجيل نلاحظ التسجيل بالسلم 1:4، السلم 1:4 يعني المسافة الحقيقة نضرب في الحصول على المسافة الحقيقية نضرب في 4. إذا أولا أذكر مميزات متجهات السرعة في إي. ثانيا أحسب السرعة اللحظية في الموضعين جي 2 و جي 4 أو أي بالنسبة للتسجيل نلاحظ أ. إذا أ 2 و أ 4، أ 2 و أ 4 أمثل بسلم المناسب في 2 و في 4 في نفس التسجيل. نمثل كذلك مثل متجه في 4 ناقص في 2. ثالثا استنتج قيمة تسارع أ 3 ومثل أ 3 بسلم المناسب. وأنصح المشاهدين أو التلاميذ المشاهدين بتوقف الفيديو في هذه المرحلة وإنجاز التمرين قبل مشاهدة الحل. إذن السؤال واحد، أذكر مميزات المتجهة في إي.
متجهة في إيه؟ طبعا الأصل والاتجاه والمنحى والمنظم. وحساب السرعة اللحظية في الموضعين، نحسب السرعة في قيمة السرعة في 2 وفي 4 بطريقة التأثير، ونمثلها بسلم مناسب. في نفس التسجيل كذلك نمثل في 4 ناقص في 2 لكي نحسب السرعة في 3. نستعمل أيضا طريقة التأثير، A3 تساوي المنظم لفي 4 ناقص في 2 على 2 طو، ونمثل السلم. إذا ننتقل إلى الحل. أذكر مميزات المتجهة في الأصل النقطة أي، الاتجاه هو المماس للدائرة في النقطة أي، والمنحى هو منحى الحركة، منحى السرعة ومنحى الحركة. ملحوظة، الاتجاه والمنحى هو منحى واتجاه المتجهة أي، أي زائد واحد، لأن في تساوي أي ناقص واحد أي زائد واحد، متجه أي ناقص واحد أي زائد واحد على 2 طو. والمنظم هو في يساوي، يعني نأخذ نقطة قبل ونقطة بعد، أي ناقص واحد أي زائد واحد على 2 طو، تسمى طريقة التأطير. إذا نحسب السرعة في 2 وفي 4، في 2 تساوي A1 A3 على 2 طو، تساوي 2 في 10 أس ناقص 2 المسافة في 4 السلم، لأن السلم 1 إلى 4 تعطينا 1 متر على سكوند. كذلك نفس الشيء بالنسبة في 4، في 4 هي A2 صحيح، في 4 هي A3 A5 A3 نصح هذا A3 A5 على 2 طو، يعطي نفس القيمة 1 متر على السكوند. إذا نصحح هذا A3 A5 بالنسبة ونحصل على نفس الشيء. نمثل المتجهات في 2 وفي 4 بالسلم، بما أن 1 متر على السكوند، كل 1 متر يمثل 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر نمثل متجهات بهذا الشكل. هذا المتجهة الأولى في 2، نلاحظ أن في 2 موازية مع المتجهة A1 A3، والأصل لفي 2 هو A2. كذلك نفس الشيء بالنسبة إذا تكون موازية لA1 A3، كذلك نفس الشيء بالنسبة لA4، نمثل A4 هذه الطريقة، هذه A4 موازية لA3 A5. إذا في 4 متجهة في 4 ومتجهة في 2. نمثل كذلك في نفس التسجيل في 4 ناقص في 2، لنلاحظ كيف نمثل هذا. إذا نلاحظ تمثيل في 2 موازي ل A1 A3، و في 4 موازية ل A3 A5. لتمثيل الفرق في 4 ناقص في 2، نلاحظ في 2 وناقص في 2. إذا في 4 نزيح في 4 إلى الموضع A3، هذا الموضع A3، نزيح في 4 الموضع A3. في 2 انطلاقا من رأس السهم في 4 نمثل ناقص في 2، ناقص في 2، إذن عكس في 2، في 2 في المنحى وناقص في 2. والفرق في 4 ناقص في 2 باستعمال علاقة شان، في 4 بالمتجهة باللون الأحمر، إذن نبين هذه المتجهة، هي في 4 ناقص في 2، في 4 ناقص في 2. أما بالنسبة لA3، A3 أولا نحسب قيمة A3 بهذه الطريقة، هذه A3 تساوي المنظم لفي 4 ناقص في 2 على 2 طو. المنظم كيف نحصل على المنظم؟ المنظم بالسلم، بما أن كل 2 سنتيمتر فيها 2 سنتيمتر تمثل 1 سنتيمتر، إذا النصف
تمثل 1 متر على السكوند، اذا نصف 1 سنتيمتر يمثل 0.5، اذا 0.5 مقسومه على جوج طوم، جوج في 40 في 10 ناقص 3، نحصل على 6.25 متر على السكوند اس 2. لتمثيل المتجهه ا 3 ناخذ بالطبع سلم اخر، سلم خاص بمتجه التسارع، التسارع 1 سنتيمتر يمثل 2 متر على السكوند، ونحصل على المتجهه ا 3. بالطبع المتجهه ا 3 هي نفس الاتجاه والمنحه ل في 4 ناقص في 2، ومنظمها 3 سنتيمتر، يعني 6.25 3.125 سنتيمتر. نلاحظ انها المنحه نحو مركز الدائره. وبهذا نكون قد انهينا هذا التمرين، والى درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.